السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. قبل شوية هبطت في مطار صبيحة في اسطنبول، ترانزيتي هنا ورايح إن شاء الله إلى هنغاريا، راجع إن شاء الله لإتمام السمستر السابع والأخير بالجامعة إن شاء الله. يعني هو هذا السمستر الأخير وراء التخرج إن شاء الله، وهسه راح أشوفكم شروق الشمس من مطار صبيحة في تركيا. الحمد لله وصلت للبيت. هاي كان فلوق رحلتنا الى هنغاريا، ان شاء الله الفيديو عجبكم، فلوق سريع وخفيف. لايك الفيديو اذا عجبكم، اشتركوا بالقناة وانشروها بين اصدقائكم. عليكم احمد سعد، سلام.